عايز اسالك عمر في جزئيه تانية. بيب جوارديولا لما اتكلم بعد المباراه قال يا جماعه انتوا مستنيين ايه؟ كره القدم دلوقتي والناس اللي هتتكلم دلوقتي، لو كسبنا انتصر المال وهتجيبوها في الفلوس، ان هي الـ شغلنا بالفلوس فقط لا غير، ومش هتتكلموا لا عن الاداء ولا عن الطريقه اللي احنا وصلنا بيها ولا عن الاسلوب بتاع اللعب بتاعنا، بمعنى اصح هتقولوا ان انتصر المال بدون ذكر اي حاجه تانية. ودلوقتي لما خسرنا قلت انتصر التاريخ فيما معناه على فرقة بالأموال، فكده أو كده انتوا كنتوا هتتكلموا على السيتي. شايف ازاي وجهة النظر بتاعت الراجل في الحتة دي؟ لأنه برضو فيها حتة غبن شوية لتقدير أفكار بيب جوارديولا. هو انا هاخد نفس الكلام ده، نفس العنوان بتاع عز، الناس عايزه او الجمهور عايز سبب واحد ويحطه هو ده سبب الفوز. فلو السيتي كسب عشان ده خزائن مفتوحه للراجل ده، فالراجل ده ما بيشتغلش، وازاي ما تكسبش بكل الفلوس دي؟ في حين ان فرق تانية كتير بتصرف وبرده خسرت زيها زيه، بتصرف كتير وما وصلتش، لان في الاخر وصل فرقتين بس. هو فعليا هو اكتر بيصرف. واحد بيصرف في انجلترا بس وفي العالم يمكن كمان. بس هل جوارديولا هو الوحيد اللي لما بيحتاج يصرف بيصرف؟ لا، بدليل ان بليفربول بيورجن كلوب، الفريق اللي هو اللي متاخد عنه ان هو ما بيصرفش، عنده اغلى مدافع في التاريخ او تاني اغلى مدافع في التاريخ بعد ماجواير، مش عارف ازاي، وعنده اغلى حارس مرمى في العالم او تاني اغلى حارس مرمى في العالم بعد كيبا، برضه مش عارف ازاي. فانت يعني سيبك من تشيلسي اللي دفع في كيبا، وسيبك من ماجواير اللي راح مانشستر، انت عندك تاني اغلى مدافع في التاريخ وتاني اغلى حارس مرمى في التاريخ، فبالتالي انت برضه بتصرف. فالفكره كلها هم الـ اي حد بيتفرج لازم يحط سبب رئيسي، سبب واحد هو ده العنوان، ان الراجل ده عشان بيصرف. طيب ولما خسر؟ ما عشان هو فريق شخصيته مهتزة. ليه في حالة شماتة في خسارة ليه استنى وايه اللي في حالة شماتة؟ ان جمهور برشلونة كله بيشجع سيتي بأنهي أمارة؟ وقاعدين زعلانين قوي ان احنا خرجناهم. لا خليك، انا بكلمك بجد، انتوا مالكم؟ بكلمك بجد. لا، السواد الأعظم شاف السيتي لما خسر انه هو كان يستحق كده. يعني الناس ما راحتش للنقطه التقديريه، عز اللي ليها علاقه بانه ده فريق معمول حلو، معمول يعمل كوره حلوه يعني. وفي طبعا زي ما انت قلت في ظلم كبير جدا لجوارديولا، يعني حرام بعد كل ما حصل في كره القدم ده جوارديولا يتقاسب وراه بطوله. بيب جوارديولا غير وجه كره القدم في العالم. في العالم كل الكره اللي بتتلعب في اخر 15 سنه دي، الاسس اللي حطاها هو بيب جوارديولا، هو اللي غير شكل الكرة. ممكن ما نتفقش مع شكل الكرة ده، ممكن ما تحبهاش، ممكن ناس كتير جدا شايفة ان ده بيقلل من نسبة المواهب في العالم، ودي حقيقة. ان النظام الصارم القاتل للإبداع اللي المدرب بيحطه ما بيخلي الكرة ممتعة كمنظومة جماعية. بس مثلا لو حطيت لعيب زي نيمار هيبوظها، مش عايزه. هو اول ما راح اصلا وقعد في برشلونه، تخيل مدير فني لسه اول مره يمسك فيرست تيم في العالم، قال لهم مع السلامه رونالدينيو وديكو، وكان عايز يحط ايده معاهم. فهو النظام الصارم بتاعه هو كره ممتعه كمجموعه، لكن عشان كده هتلاقي مثلا دي بروين ممتع جدا معاه، برناردو سيلفا ممتع جدا معاه، لكن هو قصه المواهب او اللعيبه اللي يعني انا ما بحبش فكره الحريفه دي، بس هو اللعيبه الواحد لواحد وكده. عشان كده هو عنده كلمه شهيره جدا، انت ميسي؟ لا، فما تناقشنيش. يعني هو ده اول اجتماع ليه مع لعيبه بايرن ميونخ، واول اجتماع ليه مع لعيبه السيتي. هل حد فيكم هو ميسي؟ فقالوا لا، قال لهم خلاص ما حدش ناقشني، انتوا هتنفذوا بس. لكن في المقابل النظم التكتيكيه اللي الراجل ده ابتكرها ودخلها في كرة القدم، الشكل الفني، نقل الكورة، الضغط العالي، الضغط المعاكس، حاجات أفكار كتير جدا كل مدربي العالم بيشتقوها من بيب جوارديولا وبينفذوها ويمكن يطوروا عليها، لكن في الآخر الأسس عند الراجل ده في آخر 10-15 سنة. صحيح. أنا عايز أرجع للحتة بتاعت ريال مدريد، ليه ريال مدريد محدش عايز يقتنع بيه سريعا كده؟ لأن كارلو أنشيلوتي ما بيقدمش كرة قدم مبهرة. هو بيقدم كرة قدم عادية بلا فرص، بنسجل أهداف بس، هو مش مبهر. احنا بنسجل ومنجز، مش هتلاقي كمية الجري اللي في ليفربول، فاضيين يا جماعة. مش هتلاقي كمية التمريرات. كواليتي. كارلو أنشيلوتي، لا أنا سوري على اسم الكواليتي، طالعة بثقة جبارة، أقسم بالله. أقول لك على حاجة، كارفخال بقاله موسم كامل لو بروفايل. لا انا لسه مش هنا، بروفايل. انا مش هنا. أيوة، يقول لك كده ده احنا يا عم ماشيين بكده، ده احنا على مهلنا يا عم. بعدين فجاه مره شفت بقى، بص شفت، لا خد بالك، ما انا شفت ده اللي ده اللي بيتقال عليه يتمسك لحد ما يتمكن يا عم. احنا نتغلب من ليفربول، انا عارف ان احنا بص، جو التفقير ده بقى بتفقر على نفسك عشان خاطر تمشي عكوساته.